نعجن بقى ايه مع بعض الفطير. ماشي، اول حاجه معايا كيلو دقيق، وكيلو الدقيق ده يكون ايه منخول، فانا هجيب كده اهو المنخل وانخله. لا ربما بقى يكون في اي حاجه كده ولا كده يعني. ماشي يا ستي، البيت بقى من غير دقيق حلو يضيق. يعني ايه؟ لو عندك شويه دقيق كده اهو، هتحط عليهم شويه ميه وتعملي بقى اي حاجه، فطيره حاجه محتاجه كده اهو. شايفين الدقيق نضيف اهو، بس برضو ايه طلع شويه حاجات كده يعني. وسهل خالص، شويه ميه شويه ملح وسكر وزيت وحاجات كده بسيطه خالص يعني، ويبقى معانا فطير جميل بقى تفطريه وتتعشيه انت وكيفك يعني. خلاص كده بعد ما نخلناه هنحط بقى ايه الحاجات الناشفه مع بعضها. وهقول لك بقى على تكه صغيره كده، لو انت ايدك وجعك زي حالاتي تطلعي احلى فطير متورق وجميل. رشه كربونات، ورشه الكربونات دي بقى يا اختي تخلوا لك ايه مورق وحلو كده. اول حاجه هحط ايه معلقتين من السكر عشان يبقى مسكر كده وطعم وانت بتاكليه. وهحط يا اختي شويه ملح، استنوا اما اجيب معلقه صغننه، شويه ملح كده وشويه كربونات صغيرين قد نص معلقه بس كده، هما تكتريش. واقلبهم كده هما مع بعض لحد ايه ما يختلطوا سوا كده. ماشي، وتكوني مدفيه كوبايتين ونص او يعني ثلاثة الا ربع بقى، كل دقيقه غير الثاني يعني، وتكوني مدفياه عشان يبقى حلو معاكي في العجين كده. ونحط حبه بحبه وتقلبي. الدقيق يا ولاد والفطير يحب العجن، ولاد اعتبري بقى العجين ده والدقيق واحده مضايقاك واحده غيظاك وطلعي غلك فيه يا اختي، ولدت وعجن. ماشي، خلي بالكم انتوا واخدين فكره غلط ومفكرين ان الفلاحين بيصحوا من النوم يعجنوا الفطيره ويفطروا بها. النبي الكلام ده معاد موجود، عاد في شم النسيم بس على ما بيعملوا الفطير. وقعدوا يا ولاد صلاه النبي عليهم متمدنين بقى، وايه يروحوا الفرن يدوا للراجل الدقيق والسمنه ويقولوا اعمل لنا فطير. ما انت شغلتك يا اختي طول النهار قاعده تتخانق مع جوزها وخلاص. ونلم بقى ايه الدقيق كده اهو، وما تكتريش بقى بالميه لحد ما تشوفي حاجتك. ماشي يا اختي، انا يا ولاد عايزه اقول لكم على حاجه ونصيحه كانت ستي بتنصحها لي زمان، وبعدين الايام دي ما عادتش موجوده ومش عارفه الدنيا جرى فيها ايه، ولا نقل خيرها ونقل بركتها ولا ايه اللي جرى. كانت ستي لما الواحده تيجي تتجوز اول حاجه تقول لها بيت، مش انت هتتجوزي؟ تجيليش الا زايره. يعني ايه؟ يعني ما تقوليش اغضب، ما تقوليش اروح بيت ابويا، كلام الفاضي دي ملوش لازم. دلوقتي يا اختي نبص نلاقي الواحده يا دوب تتجوز ما فيش كام شهر يقولوا ده اتطلقت يا دي النيل. فيا ولاد امك يا بنت ما وصتكش الوصيه دي؟ ما قالتلكش ما تجيليش الا زايره؟ وما عادش بقى يتحمل ولا اي حاجه، مش عارفه الدنيا جرى فيها ايه. معانا تليفون. الو، ازيك يا ام حاله؟ احلى شيف ايمي في الدنيا يا حبيبه قلبي. ايمي عامله ايه؟ الحمد لله منوره والله العظيم. ده نورك انت يا حبيبتي، واحلى بيت جده في الدنيا حبيبتي. تعرفي تعملي فطير؟ ايه يا حبيبتي، من زمان خالص، من اول ما فتحت بيت جده كده. انا كل متابعيني شاطرين حبيبتي يا النبي، متابعين اشطر مين على طول اقول لهم انت اشطر مني يا ولاد. حبيبتي يا ايمي، ربنا يوفقك بالتوفيق يا قلبي. يا حبيبتي تسلمي لي. تسلم يا حبيبتي. امك قالت لك لما تيجي تتجوزي ما تجيليش الا زايره؟ لا امال قالت لك تيجي تنوري في اي وقت ولا ايه؟ بيت الاب مفتوح دايما. انا حطيتكم معلقتين زيت بس يا بنات. قالت لك ايه وصيتك بيه لما جيتي تتجوزي؟ قالت لي بيت ابوكي مفتوح لك على طول يا حبيبتي. يا اختي انت مش ماشيه مع النصيحه بتاعتي. لا يا امي، هو بس يعني اهم حاجه الواحده تهدي سرها كده مع جوزها، ويعني هي تعدي شويه هو يعدي شويه، المركب يعني عايزه ايه اللي يوازنها شويه يعني. صح كده، ما انت لو بتوازني تبقي شاطره، انما كل ما يقول لك حاجه تقول له راح بيت ابويا. لا طبعا. صح كده، دي الست الشاطره. ميسي يا امي، ربنا يوفقك يا حبيبتي. سلمي لي على حاله.
تسلمي يا قمر، النبي نورتيني. وتحب تتابعك على طول والله. نورتيني انت وحاله. حبيبتي حبيبتي يا سيف ايمي، حبيبتي حبيبتي تسلميلي. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي لي يا حبيبتي، مع السلامه، نورتيني. المفروض بقى ايه، نقعد نلت ونعجن كتير، فانا هاخدها بقى على الرخامه انا اهو، وايه ونلت ونعجن براحتنا. ما اجيب شويه زيت بس عشان ايه ما تمسكش في الرخام. افتح يا سمسم يا اختي، واتشمري كده اهو، وجربي اوعي تخافي، حاجة باظت منك نوبة تاني نوبة تظبط وتبقى فول، شايفة؟ بصي اهو. وافضل بقى ايه يا ولاد كده اهو، قالت وفيها واعجين، خدي لك 10 دقايق. مش بقول لك دي بقى اللي بيقولوا عليه ايه، يلا نطلع الطاقة السلبية. وكان في حاجة بتطلع الطاقة السلبية قد العجين، واحدة تفضل تعمل كده وتطلع كل جهدها في العجين كده اهو. المهم يا ولاد كان عندنا ايه، واحدة جارتنا عندها بنات كتير، فكانت تيجي تجوز البنت من دول تقول لها ايه، بقول لك ايه، ما تجيليش الا زايرة وتتحملي وعيشتك وتعيشي. المهم بقى البنت من دول لما تيجي تغضب تفكر انه ما بتقول لها اي كلام يعني، فتروح واخدها بقى ايه البتاع كده وايه، وغضبانه وزعلانه، تروح بقى لامها، امها تعمل، امها كانت واعيه جو، تفضل يا اولاد كل شويه تعمل لها برنجان تتغدى، تعمل لها بطاطس، المهم ما تاكلهاش اكل عيد لا ابدا. ليه؟ تقول لك عشان تعرف قيمه بيتها وجوزها. هو انا ما بقولكوش ان دي صح، بس يعني كان زمان الامهات بتخاف على بناتها وتحافظ على البيت، دلوقتي يا اختي الراجل يا دوب يقول لمراته بيم يمسكوه بقى، وانت ازاي ومش ازاي. بس هو في الرجاله ما تتعشرش يعني، خلينا واضحين، ولا انتوا رايكم ايه يا جماعه اللي هنا؟ مين اللي معانا؟ ماجي. الو اسماء. يا اسماء. ايوه يا حبيبتي. عامله ايه يا اسماء يا عسل؟ حبيبتي حبيبتي يا قلبي، قوي ان انا بسمع صوتك حبيبتي يا اسماء، والنبي انت منوراني. النبي الاستوديو نور لما قالوا لي اسماء. ربنا يخليك، بمناسبه البنات انا عندي بنتين. إيه اسماء ومين تاني؟ لا انا عندي بنوتي جوني وحنان. يا اختي ربنا يخليهم لي. فعلا والله ربنا يبارك لك، احلى حاجه البنات والله العظيم. حبيبتي ربنا يخليهم لك وتشوفوهم عرايس كده. ربنا يخليك. تقولي ايه للحما بقى اللي بتقعد تخلف بنات وتقعد يعني تضايق في مرات ابنها بقى، تقولي لها ايه؟ اقول لها يا اختي يعني اكيد عندك بنت عامله بنات الناس كانهم بناتك. صح والله، احلى حاجه في الدنيا والله البنات، مش كده؟ اه والله الحمد لله، احلى حاجه وحنان وكل حاجه. يقول لك يا اختي مرات الحما جابت الصيف والشتاء في وقت واحد. او انها بتقول لمرات ابنها قومي يا اختي زهقتيه، وتقول لابنها اقعدي جنبي دفيه لبنتها. يعني حلو لبنتك وحش لبنات الناس. اه والله العظيم الحمد لله، الحمد لله والله، ربنا يهديهم يا اختي. عليهم ربنا يخليكي لينا يا رب، والله مبسوطه قوي، وبرنامجك جميل وطريقتك حلوه ولبسك وكل حاجه، كل حاجه حلوه في البرنامج ده. انت اللي جميله وكلامك جميل وزي العسل. انا اول مره ادخل في برنامج على فكره، يعني بصي انت من الناس الحلوه قوي حبيبتي. يا اسماء ده انا متابعيني براهن عليهم واقول احلى متابعين في الدنيا والله. واحنا كمان مراهنين عليك ان انت هتنجحي وتكسري الدنيا حبيبتي. طب يا اسماء حبيبتي نورتيني، ربنا يخليك. سلمي على اسماء وبنوتك التانيه كتير، ربنا يخليك يا رب. بصي يا سيكي انا عايزه طريقه عمل الشاورما بقى. عينيا نعملها في مره جايه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي. ومبسوطه ان انا سمعت صوتك. وانا كمان اكتر والله مبسوطه ان انا سمعت صوتك. حبيبتي يا ابني. حبيبتي تسلمي لي، مع السلامه. بعد يا اختي ما عجننا العجينه هنسيبها ترتاح لها كده يجي نص ساعه. هكيم العجينه لما تسيبها ترتاح تريحك،